للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي بالاستوديو رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك. إذا نقترب من إغلاق دفاتر عام كان عام استثنائي، سمعنا فيه الكثير من القصص، تارين بريكزيت، اليورو، كاتالونيا في آخر 6 أشهر، الدولار والإصلاحات الضريبية، الكثير من المحركات لربما للكارنسي ماركت. كيف نرى 2018 بأعين إكويتي جروب؟ إجمالاً 2018 تعتبر فرصة إيجابية كبيرة خلال للتداولات في الأسواق إجمالاً، بنتيجة إمكانية أن يكون هناك رياكشن لمجموعة من الأحداث التي أخذت مكانها مع نهاية تعاملات العام. على سبيل المثال الدولار الأمريكي الذي يبدو فلات بعض الشيء أو مستقر، هناك مجموعة من الأحداث التي كان يجب والتي من المتوقع بشكل كبير أنه المجال مفتوح أن تحرك الأسواق مع دخول السيولة بمطلع العام القادم، مثل تمرير قانون الضرائب، وأيضا لدينا تجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه السماء أخذت حقها بالدولار الأمريكي. ولكن إذا بنتحدث عن مجمل التعاملات العام الماضي، كان الدولار الأمريكي متأخرا أمام معظم نظرائه طبعا بنتيجة بعض التحديات التي كانت أمام الإدارة الجديدة. الآن من المتوقع أن يكون هناك رؤية أكثر وضوحا للعام 2018 بالنسبة للدولار الأمريكي أمام نظرائه من العملات الرئيسية، هذه تعد أبرز التوجهات. وحتى الآن في الفترة الحالية طبعا لا يمكن حسم التوجهات بشكل كامل نظرا لوجود الانخفاض بالسيولة اللي تفضلتي وحكيتي عنه، أنه في عنا فترة أعياد وعطل، لكن إجمالا هناك بوتنشل بارتفاعات الدولار الأمريكي بالفترة القادمة، قد يضغط ذلك على تعاملات اليورو الذي يبدو بدأ يعود موضوع كاتالونيا مجددا ليضغط السياسي. اليورو كان عنده سنة ممتازة من حيث 12% تقريبا بالارتفاعات أمام الدولار الأمريكي كنهاية التعاملات أو مجمل تعاملاته في العام الماضي، ولكن المشاكل السياسية تعود مجددا لتطرق أبواب العملة الموحدة، وبالتالي ممكن ذلك يضغط عليها، في ظل أيضا نتحدث عن إمكانية أو بوتنشال قوة في الدولار الأمريكي بالعام القادم. اليابان أيضا مثل ما ذكرتي أدائها كان إيجابي فيما يتعلق بالتضخم، ليست بعد عند استدامتي عند 2%، ولكن بظل البرنامج التيسيري الضخم ممكن أن يكون هناك وصول إلى هذه الاستهدافات بأن يتحقق ارتفاع بالويجز أو بالأجور حتى تكون هي السلسلة اكتملت. يزيد الأجور ب 3%. 3% تمام. هل برأيك أنه حنستمر نشوف سياسة مسهلة أو إيزي بوليسي من قبل البنك المركزي الياباني خلال 2018؟ بالطبع يحتاج إلى إبقاء على هذه السياسة، وأيضا ضغط الأجور للارتفاع حتى يتمكن من تحقيق المعادلة التي يحتاج تحقيقها وهي التضخم عند 2% مع ارتفاع في وتيرة الأجور يفوق ارتفاعات التضخم حتى يكون هناك انعكاس على النمو في اليابان، وبالتالي الخروج من خطة الإصلاح التي كانت قد سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وتدريجيا. ولكن حزمة التحفيز موجودة وبقوة، وأعتقد هي أحد أهم الأسلحة التي استخدمها شينزو آبي في انتخاباته الأخيرة، والتي أكد أنه سوف يمررها على الأقل حتى عام 2018. ماذا ستراقب أيضا رائد بال 2018 في سوق العملات؟ بلا شك بالإضافة إلى أداء الدولار الأمريكي واليورو الباوند أو الجنيه الاسترليني الذي يدخل هناك ضغوط كبيرة حقيقة أمام الجنيه الاسترليني بالفترة القادمة. ممكن أن نكون اللي نحن عم نشوفه حاليا هي عبارة عن volatility، عبارة عن تفاؤل من المضاربين في الفترة الحالية، ولكن الضغوط أمام الجنيه الاسترليني كبيرة جدا بما يتعلق بمسألة الخروج وإعادة بناء العلاقات مجددا مع العديد من الدول. هذا الموضوع يحتاج إلى يعني سوف يضغط بلا شك على بالتالي اضطرار أكبر من قبل السياسة النقدية لتشديد في السياسة النقدية يعني وقائي أو لعلاج إمكان ارتفاعات التضخم. ولكن إجمالا الباوند تحت الضغط بالاتجاه المنخفض. البيتكوين مورغان ستانلي بيقولوا أن القيمة العادلة زيرو. طبعا يعني هل تتوقع ان نشوف كراش لهالبيتكوين بال 2018؟ كل شيء وارد فيما يتعلق بالبيتكوين، ان يعني بالنسبه للمستثمر يجب ان يكون عنده احتماليه الانخفاض الحاد وقرابه مستويات صفر مجددا لمستويات البيتكوين، لانه يحتاج الى العديد من الاساسيات الغائبه بالنسبه للبيتكوين مثل ما ذكروا تماما، اللي هي الامور التنظيميه التي تعد هي الابرز وتشكل غطاء للعديد من التجارات الممنوعه
طبعا يجب أن يتم حل هذه الأمور من خلال الهيكل والتنظيم، وطالما لدينا البنوك المركزية تندد بها أو تحذر منها فبالتالي الأمور تحت المضاربة فقط لا غير. البنوك المركزية تراقب مدى جدية هذه العملة، لكن يجب أن يكون تدخل، تدخل بشكل تشريعي. تماما يجب أن يكون التدخل. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.